تابعوا ما أريد، برنامج خلف الصورة. أولين أولين أولين. في زيارتي لحي القصبة العتيق خديت هات الصورة لترمز إلى تراث بلادي والآثار الجزائرية القديمة وأصالة الشعب الجزائري، واللي فكرتني في حوم جدادي وعظمة تاريخ بلادي اللي ترسخ فيها. بلال عبد السلام، طالب جامعي ومصور. تابعتم ما أريد، برنامج خلف الصورة.